تعال نتعلم سوا طريقة واستراتيجية هتخليك تربح 8 دولار كل 3 دقايق حرفيا بموبايلك اللي انت بتستخدمه ال 24 ساعة ده، 8 دولار كل 3 دقايق من خلال الفيديو ده وبعد الانترو البسيط اللي جاي ده. يا اهلا بيكم يا شباب، رجعنا مره ثانيه معكم احمد البابلي من قناه الباشمدرس، القناه المختصه في فيديوهات ربح من الانترنت والمشاريع الصغيره وفرص العمل. زي ما شفنا كده في مقدمه الفيديو، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن استراتيجيه او طريقه هتخليك تقدر تحقق اكتر من 8 دولار كل 3 دقائق. ليه؟ لان وقت الاستراتيجيه بتاعتنا هي 3 دقائق وتقدر تطبقها اكتر من مره في خلال الفيديو ده. واتمنى تتابع معايا وما تجريش ولا ثانيه من الفيديو عشان يوصلك كل التفاصيل بتاعه الفيديو وتطبق معانا الفيديو وتعرف الاستراتيجيه بالتفاصيل الممله من غير ما تزهق. يعني حضر لك كوبايه قهوه كده ولا حاجه وابدا ركز معايا كويس جدا وما تجريش ولا ثانيه من الفيديو. وتعالى دلوقتي يلا نروح هشرح العملي. ما تنساش بقى تعمل لي لايك على الفيديو ده، اشترك في القناه وفعل الجرس لو حابب تشوف فيديوهاتي اللي جايه. يا اهلا بيكم يا شباب، رجعنا مره تانية للشرح العملي. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده ده المؤشر اللي هيظهر معانا وده الشكل العادي جدا اللي هيظهر معاك. خلينا بقى نشوف احنا المفروض نعمل ايه. وهتبدا اول حاجه تضغط هنا كده وتبدا انك تيجي هنا على الحساب اللي هو USDT اللي كنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي قبل كده. طبعا هتعمل ايداع في الحساب ده وتبدا تشتغل عليه. وبالمناسبه احنا قلنا الحساب ده فيه مميزات كتير جدا، انك تقدر تعمل ايداع فقط بحد ادنى 5 دولار، مش شرط يبقى معاك مبلغ اكبر من كده، فتقدر تبدا التداول ب 5 دولار وتقدر تحول الحساب بتاعك لحساب متقدم بس بايداع 100 دولار او بايداع 500 دولار، حسابك يوصل لمستوى حساب خبير. يعني زي ما شايف هنا كده الليفل بتاع الحساب بتاعك، هنا انا عندي اكسبرت يعني حساب خبير عشان انا عملت ايداع باكتر من 500 دولار. خليني هنا بقى كده اعرفك ايه الاستراتيجيه اللي احنا هنشتغل عليها النهارده واللي هتحقق لك 8 دولار في كل صفقه. اول حاجه هنعملها شباب، هنيجي هنا على الشكل بتاع النوع بتاع المؤشر اللي قدامك ده، هنخليها تاني واحده جابانيز كيندلز، يعني شموع يابانيه زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طيب تاني حاجه هنعملها هي ايه، هنيجي هنا على الخط ده حضرتك بتاع التكنيكال ونبدا ان احنا نيجي على بارابوليك، اضغط عليها وزي ما شايف هتلاقي في نقط كده ظهرت معاك. طيب ايه تاني، هنبدا نضغط تاني على نفس المكان وندوس هنا ونبدا ان احنا ننزل عشان ندور على مؤشر اسمه ال RSI. وزي ما انت شايف اهو RSI، هنبدا نضغط عليه زي ما انت شايف اهو المؤشر ده، بعد كده تضغط عليه تاني. عندك هنا اتاكد ان الرقم ده 14 بس، خلاص كده زي ما انت شايف عندك هنا. تاخد بالك بقى من ايه، تاخد بالك ان الرقم اللي فوق ده 70 اللي عند الخط الاحمر والرقم اللي تحت ده 30 اللي عند الخط الاخضر. خليني بقى افهمك الاستراتيجيه بتاعتنا وامتى تدخل صفقه. ركز معايا في النقطه اللي جايه دي. اول حاجه هنعملها لو بصينا على مكان زي المكان ده كده، شايف انت الخط اللي فوق ده كان موجود فوق الخط الاحمر وبدا ان هو ينزل لاسفل ويهبط وكسر الخط الاحمر وهو نازل، ده معناها ان اللي جاي ايه، 3 شمعات هابطه. طيب ايه كمان ياكد لك، اللي ياكد لك الخط اللي فوق اللي هو البنفسجي النقط اللي انت شايفها دي، النقط دي لو موجوده لفوق معناها ان الصفقات اللي جايه صفقات هبوط، النقط دي لو موجوده لتحت زي ما انت شايف كده معناها ان اللي جاي ده صفقات ارتفاع وهكذا. طيب تعال نشوف العكس. يعني ايه العكس؟ يعني خلينا مثلا نشوف كده مكان حصل فيه عكس الصفقة هنا مثلا، زي ما انت شايف المكان ده كده، المكان ده حضرتك كان الخط كسر لتحت وبدأ يطلع لفوق ويكسر الخط الاخضر وهو طالع في المنطقة دي كده، المنطقة دي، وبدأ يتكون عندي نقط لتحت كده، معناها ان اللي جاي الشمعات ايه، صاعدة خضرة، فانت تاخد صفقة ارتفاع. وصلت كده؟ تعالى بقى نطبق وندور على فرصة كويسة لدخول صفقة ونرجع لكم مرة تانية. زي ما احنا شايفين هنا شباب اهو بدأ الخط ده طلع فوق زي ما انت شايف اهو، وفي نقط تحت معناها ان اللي جاي كله صعود. انا هستنى ايه؟ اوعى تدخل صفقة دلوقتي، اللي انت هتستناه هو ان يبدأ الخط ده ينزل لتحت ويكسر الاحمر ده ويبدأ يتكون لك نقط لفوق، تبدأ ان انت تنزل صفقة هبوط. اهم حاجة تخلي وقت الصفقة عندك هنا 3 دقايق زي ما انت شايف، وتدخل بالمبلغ اللي يعجبك. زي ما احنا شايفين يا شباب دي فرصه قويه جدا لدخول صفقه،
هنا بدأ ينزل الخط اهو، احنا هنستنى يطلع يكسر الخط الاخضر ده للارتفاع لفوق كده، وبمجرد ما يكسر ارتفاعه ويبدأ يتكون لي نقط زي دي بس من تحت، هبدأ ان انا ادخل صفقة ارتفاع، هدخل بمبلغ $10 واخلي هنا الوقت بتاع الصفقة بتاعتي 3 دقايق، وهنبدأ ان احنا ننتظر الشروط اللي قلتلكم عليها. فاول ما يحصل الكلام ده هنبدأ ان احنا ناخد صفقة صعود، وما تقلقش حتى لو السوق عكس عليك والصفقة خسرت احنا هنعوض بالطريقة اللي احنا عارفينها، وهي ان احنا ندخل المبلغ ده نضربه في 3 او في 2.5، فندخل بالصفقة اللي بعدها $25. فاحنا هنستنى هنا كده ونبدأ ان احنا ندخل الصفقة بعد ما يحصل الشروط اللي قلتلك عليها. هنا شباب اتطبقت معانا الشروط اهي، بس فاضل النقط اللي تحت دي بتاعت البارابوليك لازم تتكون تحت. اول ما تتكون النقط اللي تحت هبدا ان انا اخد صفقه صعود زي ما انت شايف اهي اتكونت. فانا دلوقتي مفيش اي مشكله معايا، انا ممكن اخد صفقه صعود بمبلغ $10، وقت الصفقه هيبقى 3 دقائق زي ما انت شايف، وابدا ان انا اطلع واخد صفقه ارتفاع زي ما انت شايف من هنا، وهنتهي الصفقه هنا عند النقطه دي بعد 3 دقائق، وهنشوف هل حققت ارباح معانا ولا لا، وهنرجع لكم مرة تانية بعد انتهاء وقت الصفقة. زي ما احنا شايفين يا شباب اهو كسبنا الصفقه، كسبنا مبلغ $8.20، كنا دخلنا بمبلغ $10 وحققنا ربح بيوصل ل $8.20، يعني اكتر من 82% من راس المال. اتمنى يعني يكون الفيديو ده عجبكم، واتمنى الاستراتيجيه دي اشتغلوا بيها. واهم حاجه شباب ان انتوا تعرفوا تديروا راس مالكوا صح، يعني ما يبقاش مثلا راس مالك كله $100 وتروح تدخل صفقه $100. اهم حاجه تقسم صفقاتك صح، تعمل كذا صفقه على مدار اليوم، وتبدا ان انت تخلي بالك من راس مالك، وتبدا تدخل صفقه زي ما قلت لك اقل حاجه الوقت بتاعها يبقى 3 دقائق، يفضل يبقى 5 دقائق بس اقل حاجه لو انت مستعجل تعمله 3 دقائق. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، واتمنى زي ما قلت لك تاني تدير راس مالك صح، وتقدر في يعني بالمناسبه تتعلم على الحساب الديمو او الحساب التجريبي، وبعد كده تبدا ان انت تعمل ايداع فيما بعد، مش شرط انك يعني تعمل ايداع على طول. وبس كده شباب، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى الكل يستفيد والكل يحقق ارباح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبس كده شباب، دي كانت الاستراتيجيه بتاعتنا النهارده، اتمنى فعلا يكون الفيديو عجبك، واتمنى تكون استفدت، واتمنى فعلا تخلي بالك من راس مالك زي ما حذرنا، ومفيش مشكله لو السوق عكس عليك، اهم حاجه المبلغ اللي انت خسرته وتضربه في 2.5، فاهم حاجه تدير راس مالك صح، وتتعلم على الحساب التجريبي كويس جدا، ولما توصل لمرحله الاحتراف ابدا بعد كده انك اعمل ايداع في الحساب الحقيقي. وبس كده، هستنى منك تعليق لو عندك اي مشكله او اي استفسار، وما تنساش كمان تسيب لي لايك على الفيديو ده، واشترك في القناه وفعل الجرس لو حابب تشوفني مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.